باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. ندرس معا في مادة الليتورجية بحث حول قوانين ختام الصلوات اليومية او قوانين الصلوات الختامية باكر وعشية مع اخونا الحبيب الدكتور مينا صفوت حليم الباحث معنا في مدرسة تيرانس. تفضل. قوانين الختام اليومية هي الجهة المقابلة للصدقيات، فلو الصدقيات بتاعتنا أغرقت في شرح عقيدة التجسد فقوانين الختام اليومية كانت المقابل لها في شرح عقيدة الفداء والقيامة. فكل ما يتعلق بالفداء والقيامة ذكرته قوانين الختام اليومية وركزت عليه بدون أي خوض في أي حاجة تانية. خلينا الأول بس نعرف يعني كلمة قانون. القانون أول ما بنسمع كلمة قانون بيجي في بالنا القوانين المنظمة للأمور الحياتية أو مثلا قوانين الكنسية زي اللي وضعها الأباء الرسل أو البابا أثناسيوس أو قوانين البابا غابريال بن تريك. القوانين دي اللي هي يجب على الأسقف أن يكون، يجب على المسيحيين صوم كذا، دي قوانين منظمة للأمور الحياتية والكنسية. إنما القوانين الختامة اليومية دي عبارة عن نصوص لتورجية، نصوص بنصليها بلحن ونغم. لم بذكر في قاموسه كذا معنى الكلمة قانون اليونانية. احنا كلمة قانون هي الترجمة العربية او النحت اسمه لكلمة قانون اليونانية. واحدة من المعاني الكتير اللي أوردها لامب هي هيم ديفايدد انتو اوتس، يعني لحن مقسم إلى أوديات. الأودية هي كلمة من كلمة يونانية معناها هوزي اللي هي تسبحة، اللي هي توتي أفوسين جيمويسيس نمنن شيرين بإسرائيل طي هوزي، اللي هي كلمة بهذه التسبحة، هي دي كلمة أوديات. لامب هنا بيتكلم عن القانون اللي بيرتله البيزنطيين. القانون عندهم هو مجموعة تسابيح منتظمة على أسلوب واحد متواطئة في الوزن والمعنى، يعني نص مقسم إلى فقرات. الفقرة الأولى بتنتهي بزوكسا باتري، الثانية بكنين، وهكذا. القوانين دي ابتدأها يوحنا الدمشقي وقزمة أسقف ميومة. يوحنا الدمشقي أو منصور ابن سرجون ابن منصور ده كان في عصر أوائل عصر الدولة الأموية. كان ليه أخ بالتبني، مش شقيقه هو، بس سرجون أبوهم ده اتبنى قزمة. يوحنا الدمشقي عشان الكلام يبقى واضح عيانا بيانا يعني من أشياء خلقدونية، وهو مناوئ لكنيستنا وليه مقالات ضد أبناء الطائفة اليعقوبية اللي هي إحنا، وبرضو عيانا بيانا الكنيسة لا تعترف، كنيستنا القبطية يعني لا تعترف بأنه قديس، بس عشان من ومعلم لاهوتي أو كده، بس هو كاتب كنسي، بس هو مش بنحتفل بيه، ملوش النقصار عندنا ولا يوم احتفال ولا أي حاجة، وهو بيعتبرنا مهرطقين. يعني هو في كتاباته بيعتبر الطائفة اليعقوبية اللي هو على حسب فهم ان احنا مونوفيزيتيين مش المية، على حسب ما هو فهم من لاهوتنا ان احنا مهرطقين. ما علينا بدون الدخول في الصراعات، القوانين دي القوانين دي ما تعرضتش، القوانين احنا نتكلم عليها ما تعرضتش للطبيعة وللطبيعتين، فبالتالي النصوص اللي احنا نتكلم عليها دي قابلة للأخذ والرد. يعني احنا ممكن ناخد، هم ممكن ياخدين، احنا بيننا تراث مشترك في كل حاجة إلا حكاية الطبيعة والطبيعتين دي. غير كده احنا ممكن عادي، ممكن عادي ناخد، ممكن ندي، مش مشكلة. يعني هم واخدين تسبحة الملائكة من بابا أثناسيوس الرسولي بتاعنا، هم طقس أسبوع الآلام عنديهم فبنسبح مع الملائكة، دي كتبها البابا أثناسيوس وخدتها الكنائس كلها مش البيزنطيين بس. عند البيزنطيين أسبوع الآلام اللي رتبه البابا كرولوس، بابا كرولوس السكندري بتاعنا، فعادي مش مشكلة طالما احنا ما جيناش القضية الرئيسية اللي هي الطبيعة والطبيعتين. فأول من بدأ القوانين هو يوحنا الدمشقي وقزم أسقف ميومة. دول ابتدأوا القوانين اللي كانت تراث مشترك بيننا وبين البيزنطيين.
ما فيش حد شرح كلمة قانون اللي هو بمعنى الصلوات الليتورجية اللي بتتقال بنغمة غير ابن كبر. ابن كبر عمل أشهر مؤلف ليتورجي في عصره اللي هو مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة. لما نيجي نتكلم عن مخطوط مصباح الظلمة ما ينفعش نقول ابن كبر قال، يعني ايه كده؟ النسخة الأصلية اللي كتبها ابن كبر بيده مش موجودة، في نسخ تانية، في نسخة مثلا في باريس 203، في نسخة في الفاتيكان، في نسخة في المتحف القبطي، في نسخة في الدير الأنبنطونيوس. فأنا لما أجي أقول ابن كبر أقول ابن كبر طبقا لنسخة كذا عشان الكلام يبقى واضح. ليه؟ لأن في نسخ فيها حاجات مش موجودة في نسخ تاني. أقدم نسخة المرتبطة ابن كبر، يعني ابن كبر كان في القرن الـ14، أقرب نسخة مطابقة ليه هي باريس 203. أي حد دارس لتورجية بحيري بالذات عايز يقتبس من ابن كبر فهيختار أقرب مخطوط ليه اللي هو 203 عربي بالمكتبة الأهلية بباريس، ده أقرب واحد ليه. تاني أقرب واحد ليه أبصالة في السويد، وبعد كده الفاتيكان، وبعد كده في حاجات يعني من القرن العشرين في دير الأنبنطونيوس. أكيد مش هنعتمد على الحاجات في القرن العشرين، هنعتمد من أقرب حاجة ليه. أقدم نسخة لابن كبر اللي هي 203 بتقول إيه؟ لفظة القانون السريانية هو أخطأ في نسبها، هي يونانية مش سريانية، ما علينا. بس معربة نقلها الحد، أي المانع من دخول ما ليس من الشيء فيه. هنا ابن كبر بيتكلم عليه أن قانون الختام عندنا حد أو مانع أو فاصل للصلاة. أن إحنا بنقول قانون الختام خلاص هنختم بيه ونمنع بيه أن إحنا نكمل الصلاة أو نفصل بيه الصلاة. هنا بيتكلم عن القانون مش على أنه نص مكون من فقرات زي ما البيزنطيين فسروه، لا، إحنا بنتكلم على هنا على حد أو فصل أو ختام صلاة. ده اللي فهمه ابن كبر، وده المصدر القبطي الوحيد اللي شرح قوانين ختام الصلاة. المصادر التاريخية، لو أنا عايز أحدد قوانين الختام دي فأنا هحاول أشوف أحدث مصدر موجودة فيه، وهحاول أشوف أقدم مصدر موجودة ليه. أحدث مصدر موجودة ليه كان مخطوط مردات وزوكسولوجيات وألحان وقوانين السنة كلها تحت رقم 92 شرطة 6 طقس براموس، ده نسخ سنة 1908. المخطوط الثاني 117 طقس بالدار البطريركية. المخطوطين دول نسخهم سمعان صليب اللي هو بيجي أبونا عبد المسيح صليب بعدين، هو زي ما قلنا قبل كده أنه كان بيجيب مخطوطات من البراموس وينسخها. لو مخطوط عايز ترميم، لو مخطوط عايز يروح المكتبة الدار البطريركية، ده عايز ياخد نسخة وده عايز ياخد نسخة، فيعمل نسخة هنا ونسخة هناك بحيث أن ده يستفيد وده يستفيد. فإحنا بنتكلم عن أقل من 100 سنة أو حوالي 100 سنة، يعني القوانين دي كانت موجودة وكان بيتم نسخها والصلاة بيها. كل مصادرنا القديمة بتذكر قوانين الختام اليومية دي. فمثلا الترتيب الطقسي للبابا غابريال الخامس، ده كان في أوائل القرن الـ15، مصباح الظلمة زي ما قلنا ده منتصف القرن الـ14. أقدم إشارة معروفة لنا لقوانين الختام جاتنا من بقايا مخطوط من الدير الأبيض في سوهاج. المخطوط ده محفوظ في مكتبة ليدن بهولندا تحت رقم MS إنسنجر نمبر 32. المخطوط ده فيه قوانين مش حاجات اسمها ألحان على السلامة اللي هي كانت بتناظر بشكل أو آخر قوانين الختام عندنا، وكان من ضمنها قانون سوماتوس. سوماتوس ده اللي بنقوله في ختام قداسات أيام الصوم الكبير، تمام، هو القانون الوحيد اليوناني. ألحان السلامة الصعيدي كان أغلبيتها الساحقة يوناني، وده واحد انتقل منهم من الطقس الصعيدي راح طقس بحري اللي هو قانون سوماتوس ده. فإحنا عندنا كده فترة زمنية من القرن التاسع اللي هو مخطوط الدير الأبيض ده، وعندنا حاجات من 1911. كده إحنا بنتكلم في 1000 سنة كانت قوانين الختام معروفة وبتتنسخ في المخطوطات كتير، وكله ذكرها تقريبا، يعني ما فيش أي حد ما ذكرهاش. قوانين ختام الصلاة بتتصلى في ختام باكر وعشية. بس في ميزة في قوانين الصلاة اليومية بالذات، احنا عندنا
قوانين ختام صلاة يومية. يعني قوانين ختام صلاة يومية يعني كل يوم اثنين، كل يوم اثنين لي قانون خاص، كل يوم ثلاث لي قانون خاص. يعني الثلاث اللي جاي هنقول قانون يوم الثلاث، والثلاث اللي بعده هنقول نفس القانون، والثلاث اللي بعده هنقول نفس القانون، والثلاث اللي بعده هنقول نفس القانون. ثابت زي الصندوقية كده، صندوقية يوم ثلاث كل يوم ثلاث بنقول الصندوقية دي، قانون يوم الثلاث كل يوم ثلاث هنقول دي. ده اسمه قوانين ختام الصلاة اليومية، دي ثابتة دي ما بتتغيرش. في حيات قوانين مناسبات بتتغير، يعني مثلا في قانون ختام العيد الميلاد ده مش بنقوله غير في عيد الميلاد، عيد القيامة بنقوله مش غير في عيد القيامة، سبت النور كده، دول متغيرين. إنما قانون ختام الصلاة اليومية دي ثابتة كل يوم، كل يوم لقانون معين بتتقال في نهاية رفع بخور باكر ونهاية رفع بخور عشية. القوانين دي بتتكلم عن حدث معين واحد بس، يعني القوانين التانية بتاعت المناسبات بتتكلم عن المناسبة، لما المناسبة تتغير القانون بيتغير تبعا للمناسبة دي. أما قوانين الصلاة اليومية ما بتتكلمش غير عن صليب سيدنا المسيح وقيامته، ما فيش أي موضوع تاني بتناقشه غير صليب سيدنا المسيح وقيامته. فهي دي تكملة للصدقيات، يعني إحنا لو شرحنا عقيدة التجسد باستفاضة في الصدقية فإحنا هنشرح عقيدة التجسد والصلب والقيامة في قانون الصلاة. مثلا لو جينا للقانون الأول اللي هو القانون يوم الاثنين، في جملة بتقول إيه؟ الذي صمر خطايانا على الصليب. القانون الثالث مثلا بيقول إيه؟ بصليبك أيها المسيح مخلصي سطوة الموت قد أزلتها. القانون الخامس مثلا جملة بيقول إيه؟ من قبل صليبك المكرم قد افتضح الشيطان، وهكذا. طب إحنا ليه بنركز على الصليب والقيامة هنا؟ لأن القوانين دي كانت بتصلى أثناء تقبيل الشعب للصليب. بعد نهاية رفع بخور باكر أو عشية بيجي أبونا ماسك الصليب ويقبله اللي في خرس الشمامسة، وكان زمان الشعب كله اللي حضر رفع بخور يجي واحد واحد يقبله. فعشان ما يبقاش أبونا والناس بتقبل الصليب وسكتين، لا احنا هنعمل قانون مناسب للحركة الطقسية. يعني الحركة الطقسية ايه؟ تقبيل الشعب للصليب. فاحنا هنتكلم على نص بيناقش ايه؟ فعالية الصليب والقيامة. الصليب بيستخدم كذا مرة في رفع بخور، يعني مثلا في رشم صلاة الشكر، ثم دورة البخور، ثم مسك الشماس له أثناء صلاة بروسات الأواشي، ثم طلبة اللهم ارحمنا. أهم وقت بيستخدم فيه الصليب هو طلبة اللهم ارحمنا اللي هي فنوتي نينان. البابا غبريال في الترتيب الطقسي بيقول الكاهن يرفع فيها الصليب بالدموع والابتهالات عنه وعن شعبه. ابن السباح كمان بيزود ان العلة في رفعه، يعني ابونا بيمسك الصليب وعليه ثلاث شمعات او مش عليه، وهو بيقول كده، بيقول ايه؟ والعلة في رفعه ليذكر المسيح عند رفعه بالصليب بارتفاعه وهو على الصليب، لانها هي الاشارة التي اوجبت الرحمة للخليقة برفع من رفع عليها. احنا لما الكاهن في طلبة اللهم ارحمنا افنوت نير بيرفع الصليب، هو بيستحضر صورة صلب المسيح والرحمة اللي استوجبت على الخليقة بالصلب ده. طب احنا مفروض بعد ما الكاهن رفع الصليب الشعب يقبله؟ لا، احنا بنستنى لغاية هنقبله في الاخر خالص ختام الصلاة، واحنا بنقبله هنقول نصوص الصلب والقيامة اللي هي نصوص تقبيل الصليب أثناء قوانين عشان تبقى الحركة الطقسية مناسبة للنص اللي احنا بنصلي به. ده بالنسبة قوانين الصلاة اليومية. لما ابتدت تأليف قوانين الأعياد والشهداء والقديسين دلوقتي مثلا عشية القديس مريمينا، احنا بنلغي قانون الختام اليومي. يعني مثلا لو يوم الثلاث عشية الشهيد مريمينا، احنا بنلغي قانون اليوم اللي بيتكلم عن الصلب والقيامة بتاع يوم الثلاث ونحط مكانه قانون مريمينا. هنا بينفك الرابط بين الحركة الطقسية اللي هي الناس بيقبلوا فيها الصليب وبين النص، بحيث النص بيكون يتكلم عن مريمينا مثلا، والحركة الطقسية اللي بيمارسها الشعب هي تقبيل الصليب. بس ده بيكون في حالات قليلة، يعني لأن أغلب لو أنا في كدير مثلا وهصلي كل يوم باكر وعشية، في الأوجب والأليق أني أصلي بقوانين الختام اليومية اللي بتذكر الصلب والصليب.
احنا قلنا ان الهدف الاساسي من قوانين الختام اليومية ان الشعب يصلي بنص مناسب للحركة الطقسية، يعني الشعب بيقبل الصليب فهنقول نص عن الصليب والفداء والقيامة. طب لو في حركة، لو في طقس معين لغى الحركة الطقسية، يعني ايه؟ يعني في سبت النور انا مفروض اقبل الصليب بعد نهاية باكر، ما ينفعش التقبيل في سبت النور لان التقبيل بيوقف في اليوم ده. فايه يحصل؟ انا لغيت التقبيل، فبالتالي هلغي الحركة الطقسية لغيت التقبيل، فهلغي النص المرتبط به اللي هو نص تقبيل الصليب. لا، طب انا في سبت النور وفي القيامة ما ينفعش نص مهم زي ده الغيه، فهعمل ايه؟ هبدل تقبيل الصليب لان التقبيل في اليوم ده ممنوع بمطانية. تمام؟ فمثلا ابن السباع بيقول ايه؟ لا يقبل احد الصليب، بيتكلم هنا عن يوم سبت النور باكر، نهاية باكر اللي ما ينفعش فيه التقبيل، فبيقول ايه؟ لا يقبل احد صليبا بل يضرب الناس المطانية لبعضهم البعض، كل واحد في طقسه. يعني ايه؟ الكاهن يضرب مطانية، الكاهن يضرب مطانية الكاهن، الرجل للرجل، الست للست، الشماس للشماس. الحركة دي استعاضة، وأي من ضرب مطانية يضرب لها حتى يكون قربان الفصح على نقاء، ثم يمضي كل أحد إلى سبيله. أنا هقول قانون الصليب لأن الصليب في يوم سبت النور أهم حدث فيه، سبت النور والقيامة أهم حدث فيهم الصليب والقيامة، فلازم أقول النص. طب مش هينفع أقول النص وأنا بقبل الصليب، هبدل تقبيل الصليب بعمل المطانية بس هخلي النص موجود برضو. وبكده يا إما أنا هقول هعمل حركة طقسية تقبيل الصليب مع نص موافق ليها، أو هقول النص بس هبدل الحركة مش مهم، بس النص يبقى موجود معايا طالما النص ذو فاعلية. البناء التركيبي للقانون. القانون اليومي احنا قلنا بيتكلم عن موضوع واحد وحيد هو الصلب والقيامة. كل القوانين اليومية بتاعت الأسبوع كلها سواء الاثنين الثلاثة أربعة خميس جمعة كلها بناء تركيبي واحد. يعني ايه؟ يعني مثلا القانون بيتكون من عدد متوسط من القطع، اربع قطع. القطعة الاولى بتتكلم عن الصلب والقيامة من اختمها بزوك سبتري، القطعة الثانية بتتكلم برضو عن الصلب والقيامة بنختمها بكنين، القطعة الثالثة يا موجودة ولا لا عن الصلب والقيامة وبنختمها بكنين، القطعة الرابعة صدقي ان العذراء مريم. الشكل ده بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بقطع الأجبية. قطع الأجبية بتتكلم عن الساعة المعينة، مثلا الثالثة عن حلول الروح القدس، الستة والتسعة عن الصلب، فنلاقي القطعة الأولى عن الصلب وأخرها زوك سبتري، القطعة الثانية برضو عن الصلب وأخرها كنين، القطعة الثالثة عن العذراء. نفس التركيب البنائي لقطع الأجبية هو نفسه التركيب البنائي بتاع قوانين الختام. ليه؟ لأن الأصل المشترك بينهم هو الأصل البيزنطي اللي احنا اقتبسنا منه. حكاية الطروباريات اليونانية دي اللي هي بتبقى النص ماشي على نفس النسق، النص موجود قطعة للسيد المسيح آخرها زوك سبتري، بعد كده قطعة للسيد المسيح آخرها زوك سبتري، بعد كده التالتة منهم الصدوكيون اللي بيتكلم عن العذراء. يعني مثلا بالتقريب هوذا في صلاة النوم، هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الداني العدل، دي قطعة للسيد المسيح بنختمها بزوك سبتري. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا دي قطعة للسيد المسيح هختمها بكنين. بعد كده آياتها العذراء طهر، القطعة الثالثة السودوكيوم دي عن العذراء. نفس الكلام هنا هنتكلم في قوانين الختام، بس إيه اللي يفرق؟ أن قطع الأجبية بتتكلم عن الساعة، إنما إحنا هنا بنتكلم عن موضوع واحد وحيد اللي هو الفداء والقيامة. ليه؟ عشان يكون مناسب برضو نرجع للكلام القديم، المناسب للحركة الطقسية اللي بيمارسها الشعب اللي هي تقبيل الصليب. نغمة أو طريقة ترتيل القانون. إحنا دلوقتي قوانين الختام لها طريقتين بس بنصلي بيهم، الطريقة العادية السنوية أمين الليل يا زوك سابتري دي، والطريقة الثانية اللي هي غلغسة بتاع قانون ختام الجمعة الكبيرة. إحنا ما فيش غير دول. دي زي برضو أمين الليل يا زوك سابتري ده السنوي. في اتنين تاني كانوا معروفين زمان، طريقة الصوم الكبير اسمها هيتم بإشليل، دي طريقة خاصة بالصوم الأربعين المقدس،
وكان في طريقة تاني طريقة كده دي هتم بشليل. الطريقة الثالثة كان في طريقة رابعة اللي هي طريقة في طف كفوف، ده القانون الثاني هنناقشه بعدين. دي طريقة القوانين الفرعية اللي بيتصلى عليها كل الخمسين، الخمسين المقدسة بتصلى فيها قوانين الثلاث أربع كده، فيهم بقى بيتاخد النغمة دي في طف كفوف. للأسف احنا ضاع مننا الفرايحي وضاع مننا الصومي، بقي لنا اثنين بس. احنا نستفيد ان احنا زمان كان عندينا اربع نغمات بنصلي بهم قوانين الختام. النغمة السنوي عندينا اسمها لحن بولس، يعني في المخطوط كده القانون الفلاني يقال بلحن بولس. يعني يقال بلحن بولس؟ يعني يقال باللحن السنوي. طب ليش معنى يعني؟ في الصوم الكبير بيجي عيد الصليب 10 برمهات، تمام؟ الصوم الكبير قلنا انه بيتقال فيه الطريقة الصومية للقوانين اللي هيتم بإشليل. في يوم عيد الصليب بقى بيتغير النغمات، بنصلي بالنغمة شوية شعنيني على شوية فريح. القانون فيها بيتصلى بالنغمة الصومي، لأن القانون فيها الصليب بافلوس اللي هو أوله، بولس ينطق بكرامة الصليب، ده القانون، عشان كده تسمى بقانون بولس. قانون بولس ليه بقى؟ في اليوم ده أنا ميزت بالنغمتين، أنا كنت بصلي طول الفترة دي بالصومي، رحت جيت كسرت في النهاردة في قانون بولس صليته بالسنوي، فأنا كده ميزت القانون السنوي ببولس عشان أنا غيرت اللحن السنوي ورجعت السنوي هنا. فكل القوانين السنوية أخذت اسم لحن بولس، فبيجي أي قانون قدامي يصلى بلحن بولس فأنا هصلي بالنغمة السنوية، تمام؟ فأي ده اللي نستفيده يعني، لأن منتشرة جدا في المخطوطات كلمة يصلى القانون بلحن بولس، فأنا كده عرفت أن لحن بولس هو اللحن السنوي. يعني لحن بولس هو اللحن السنوي، آه، ده الأداء اللحني بتاع القانون، آه، النغمة بتاعته، نغمة بولس اللي هي النغمة السنوية. ليه أمين الليلويا زكسر؟ أيوة، آه، تمام. ليه؟ أن احنا هنا ميزناها في فترة كلها نغمة صومي، هي قطعت النغمة الصومي دي فأخذناها مقياس للنغمة الصومي للنغمة السنوي. أبونا هيديكم بي دي اف فيها المخطوطات اللي موجودة فيها القوانين. أنا جايب هنا 11 مخطوط ومصدر قديم، ماشي. القوانين اليومية أنا اكتفيت ب 11 مخطوط. القوانين السنوية أكتر، يعني أنا عامل بحث مثلا في حاجة 40 مخطوطة يعني، بس أنا اكتفيت بدولة عشان هنناقش دلوقتي القوانين اليومية بس. أو أقدم مخطوط في أقدم مخطوط بحيري في القوانين هو الفاتيكان 28، ده تم نسخه سنة 1306، ده من أقدم المخطوطات اللي ممكن نحصل عليها. يعني أنا 6 سنين وهدخل في القرن 13 اللي ما عنديش منه مخطوطات أصلا، فده بداية القرن 14 أوله خالص، أول 6 سنين فيه، من أقدم المخطوطات الليتورجية اللي موجودة حاليا عندنا. 28 قبطي مكتبة الفاتيكان، برضو مكتبة الفاتيكان رقم 27 قبطي، ده من في الفترة الزمنية بين 1484 ل 1524، مخطوطة بسلمودية مكتبة فيينا رقم 3 قبطي، ده يعود لحبرية البابا مرقس الرابع في الفترة بين 1848 ل 1363. انا قلت ان مخطوط 3 قبطي بفيينا هو واحد من 5 مخطوطات بس بصلموديات من القرن 14، الباقي كله من 15 فما فوق، واحد منهم 3 قبطي بفيينا ده. بعد كده أكسفورد بودليان 256، ده سنة 1387، وده قلته برضو من ضمن 5 مخطوطات الأبصلموديات اللي من القرن 14. بعد كده في برضو أكسفورد بودليان 588، ده غير مؤرخ. بعد كده الدار البطريركية 73 و74، اللي هو ترتيب البيعة بتاع 1444، اللي هو أقدم مخطوط ترتيب بيعة متاح لنا اللي عمله الإغومانوس أرميا، وقلنا أنه أهم مخطوط في ترتيب البيعة وأقدمه.
بعد كده مخطوط ترتيب البيعة 117 طقس اللي قلنا انه نسخه سمعان صليب اللي هو ابونا عبد المسيح. بعد كده مخطوط مردات وزكسوليات برضو نسخه ابونا عبد المسيح. ترتيب البيعة دير البراموس وترتيب بيعة دير الأنبنطونيوس. وبعد كده رفائيل الطوخي كتاب الثلاثة تقديسات، ده مش مخطوط، ده كتاب مطبوع بس ينتمي إلى حقبة المخطوطات. يعني هو الكتاب ده الطبع في روما في القرن الـ18 اللي هو يعتبر القرن الـ18 بالنسبة لنا احنا الأقباط، ده قرن مخطوطات مش قرن طباعة، لأن احنا الطباعة عندنا دخلت متأخرة جدا. آه قلناش من المخطوط للمنشور ولا لا من المخطوط للمطبوع. يعني هنناقش القوانين دلوقتي، هناخد فكرة ازاي القانون الختام كان بيتم. احنا قلنا القانون الختام بيتصلى في اخر الصلاة اثناء تقبيل الشعب للصليب، وبيتكلم عن موضوع واحد هو الصلب والقيامة، عقيدة الصلب والقيامة. فالقانون الاول القطعة الاولى بتقول ايه؟ صلواتنا المسائية اقبلها اليك ايها الرب القدوس، وانعم لنا وغفران خطايانا لانك انت وحدك الذي علمت العالم بقيامتك المجد للاب. هنا احنا بنتكلم عن القيامة. القطعة الثانية، طوف أيها الشعوب في صهيون واعطوا مجدا فيها لأن الذي صلب من أجلنا هو إلهنا الذي خلصنا من أسمنا الآن وكل أوان. إحنا هنا بنتكلم الذي صلب من أجلنا هو إلهنا الذي خلصنا من أسمنا. إحنا ذكرنا الصلب وفوقها ذكرنا القيامة. التالتة بقى، افرح أيتها السماوات وبوق يا أساسات الأرض، ارفع الصوت أيتها الجبال بصوت الابتهاج لأنه وزع عما نؤيل قد سمر خطايانا على الصليب. كده احنا رجعنا برضو للصلب والقيامة، وصبر على الموت وخلص آدم كمحب للبشر. القطعة الرابعة السؤتوكين الأخيرة، محير هو سر العذراء لأنها هي السماوات والعرش الشروبيمي والنور وموضع عرس المسيح وأم الله ضابط الكل، هذه التي بإيمان كولدة الله نعظمها. دي قطعة السؤتوكين اللي بنختم بها القانون. في ملحوظة بس هنا في قطعة السؤتوكين، قطعة السودوكيون قطعة الاستفرو أناستاسيما دي اللي هي الصلب والقيامة، موجود ليها أصل بيزنطي معروف، إلا قطعة السودوكيون عندنا فيها مشكلة. يعني ما فيش في كتب البيزنطيين الحالية ما يقابل قطعة السودوكيون دي، فإحنا ما نعرفش هل ليها مصدر بيزنطي قديم منقول منها أم هي من تأليف قبطي. حاجة مميزة في السودوكين ده بيقول ايه؟ لانها موضع عرس المسيح وام الله ضابط الكل. القطعة دي بالرغم ان احنا مش عارفين ليها اصل يوناني، لانها عمرها ما تكون من وضع الكنيسة القبطية. ليه؟ لان الصفات اللي وردت في القانون الايمان الكاتب القبطي بيحافظ عليها من غير ما يلعب فيها. احنا بنقول ايه في قانون الايمان؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل، الله افنوتي الآب فيوت ضابط الكل بيبن دكراتور. لفظة ضابط الكل دي لا تطلقها الكنيسة القبطية إلا على الآب طبقا للأمانة المقدسة أو لقانون الإيمان بتاعنا. البيزنطيين مش مشكلة عنديهم، ممكن يقولوا على قنوم الإبن عادي ضابط الكل. فإحنا النص اللي قدامنا ده النور وموضع عرس المسيح وأم الله ضابط الكل، هنا بتتكلم ان العذراء هي ام ضابط الكل، هنا بيتكلم عن قلوم الابن، طبعا مستحيل يتكلم عن قلوم الاب. فهو ده 100% ده نص مش بتاعنا، ده نص ما كتبوش اقباط، ده نص اتخذ من بيزنطيين. هم من عندهم مش مشكله يوصفوا الابن بانه ضابط الكل مش مشكله، انما احنا عندنا لا، عندنا الاب بس هو ضابط الكل. النص الاول ده القطعة الأولى والثانية اللي أنا قلتهم استفرو أناستاسيما اللي بيتكلموا عن الصلب والقيامة، يتم الصلاة بهما كاستشارات للقيامة من الأكتويخوس على اللحن الأول في صلاة المساء الكبرى يوم السبت. إيه الكلام ده يعني؟ اليونانيين عندهم حاجة اسمها الألحان الثمانية أو الأكتويخوس، الألحان الثمانية، اللحن الأول، اللحن الثاني، اللحن الثالث، اللحن الرابع، هكذا. تمام؟ كل يوم لي 8 ألحان. النص ده موجود فين؟ موجود اللي أنا قريته ده موجود عندهم على اللحن الأول في صلاة المساء الكبرى يوم السبت. يوم السبت عندهم في صلاة السحر وصلاة المساء. صلاة المساء بتنقسم لاثنين، صلاة مساء صغرى وصلاة مساء كبرى. النص اللي أنا قريته ده بيتصلى في صلاة المساء الكبرى اللحن الأول.
كاستشارات للقيامة. كلمة استشيرة يعني تسبيحة أو ترتيل أو ترنيمة، هم من بيصلوها عندهم. النص اللي عندنا إحنا بيتصلى يوم الاثنين في باكر وعشية، هم من بيتصلى عندهم فين؟ في صلاة المساء الكبرى يوم السبت على اللحن الأول، تمام؟ المخطوط ده عندنا فين؟ اسمه القانون الأول. القانون اليوم الأول بنصليه إمتى؟ بنصليه في باكر وعشية كل يوم اثنين، كل يوم اثنين بيتقال القانون اللي أنا قريته ده. انتهى القانون، انتهى القانون. احنا لما بنقول القانون بنصلي بايه؟ بين الاهويه والزروع والعشب وثمار الحق. بنقول اسموني اير، اسموني سيتي نم نسيم، تمام. اللي الطلبه من اجل المياه او الاهويه او الزروع مكانها الاشيه. الختام القديم الاصلي كان مرتبط بالنص الاصلي اللي احنا بنمجد فيه السيد المسيح عن الصلب والقيامه. الختام القديم بيقول ايه؟ نصرخ قائلين، مش بقى بارك الزروع ولا بارك الأهوية، بيقول ايه؟ نصرخ قائلين ارحمنا الله مخلصنا وارحمنا، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين، باركوا عليها مطن يغفر لي قل البركة. دي كلها زي اللي احنا بنقولها دلوقتي، بس بنشيل الأهوية او الزروع، بنقول ايه؟ ارحمنا يا الله مخلصنا وارحمنا، لان هدي امتداد للنص الأصل السابق اللي بيتكلم عن الصلب والقيامة. لأن ما صحيش أنا هتكلم عن الصلب والقيامة وبعد كده أدخل في حتة تاني خالص بتاعت الزروع والعشب والثمار الحق. يعني هنا النص القديم ماشي مع اللي احنا بنقوله من الأول، وهو ده القديم. يعني حكاية ان الأوشية أو كده ما فيش أي مخطوط ذكرها. أنا مش معنى كده بنقول ان ما نصليهاش يعني، بس بقول ان مفيش مصدر مخطوط قديم ذكرها، بس هنصليها يعني عشان ما حدش يزعل، تمام. ده مثال من القانون الاول. هناخد القانون الثاني. القانون الثاني برضو بيتكلم مبني على قطع. القطعه الاولى عن الصلب والقيامه بنختمها بزوج سبتر، القطعه الثانيه صلب وقيامه بنختمها بزوج سبت بكنين، القطعة الثالثة عن السيدة العذراء. فالقانون الثاني مثلا بنقول ايه؟ المولود من الاب قبل كل الطهور، الله الكلمة الذي تجسد من العذراء مريم هلما نسجد له، لانه صبت على الصليب واسلم الى قبر كما اراد هو، وقام من الاموات ونجاني انا الانسان الذي ضل. ده بنختمها بزوج سبتري. القطعة الثانية برضو عن الصلب والقيامة، يا مخلص المسيح الصك اليد المنسوب الينا قد محوته، عندما سمرت على الصليب وعز الموت قد أبطلته وضلالة الشيطان قد حطمتها، نسجد لقيامتك الخلاصية. كينين. الربع الثالث، فلنسبح مع رسال ملائكة قيامة المسيح لأنه إلى هنا مخلص نفوسنا الذي نجانا من أبواب الجحيم. برضو كينين. بعد كده ذلك التسبيح الذي لهذا اليوم فلنقول له بأفواهنا متألفين كلنا ممجدين الثالوث القدوس صارخين قائلين، يا من صلب على الصليب وأسلم على القبر، يا من هو عن يمين أبيه اغفر لنا زلتنا. القانون الثاني بيشز عن القوانين اليومية أنه ما فيش قطعة الصدوكيون، ما فيش أي حاجة فيه للسيدة العذراء، بيختلف عنه. يعني قطعة الصدوكيون اللي هي في التركيب العام للقانون، القانون الثاني فيها ما فيهاش صدوكيون، بس بيحتفظ برضو بالتركيب العام للقانون اليومي اللي بيتكلم عن الصلب والقيامة، وعبارة عن قطع، كل قطعة بتختتم زوج سبتري، كنين كنين كده. النص ده بتصلى عندنا احنا الاقباط يوم الثلاث وفي عشية الاحد، بتصلى عند الروم فين؟ كاستشارات للقيامة على اللحن الثاني في صلاة المساء الكبرى في يوم السبت. هنعيد الكلام الثاني. البيزنطيين عندهم يوم السبت صلاة مساء وصلاة سحر. صلاة المساء بتنقسم لاثنين، صلاة مساء كبرى وصلاة مساء صغرى. هم بيصلوا في صلاة المساء الكبرى، هم عند باليوناني. اهو انا جايب اللي انا مدي القدسك بي دي اف، هتديه للطلبه عندك. موجود بقى، موجود الاصل اليوناني والاصل القبطي، بس ده لازم واحد يشوفه بعينه عشان يعرف يقارن. دي حاجه للبحث والدراسه، يعني نص شيق. الوقت اللي هتبذله فيه هتستفيد بيه 100%. ده الاصل اليوناني اهو، تون برو ايونيون اكباتروس جينيسندا كده، اللي هي نفس هلم نسجد للإله الكلمة. ده الأصل اليوناني اللي بتصلى عندهم في صلاة المساء الكبرى في يوم السبت على اللحن الثاني. احنا قلنا ان هم عندهم 8 ألحان.
القانون الأول كان على اللحن الأول اللي احنا بنصليه في يوم الاثنين باكر وعشية. القانون الثاني ده على اللحن الثاني احنا بنصليه عندنا يوم الثلاث باكر وعشية. ماشي. القطعة الأولى بيقول ايه؟ تون برو ايون تون برو ايونون اكباتروس جينيسيمبا تونسيون لوغون ساركوسيندا اك بارسينو مرياس زفتي بروس كينيسومين ستافرون غار ابوميناس تينطافي باري زوسي اوسافتوس ايثيليسي كي اناستاس اك نكرون ايسوتسي ميتون بلانومينون انثروبون اللي هو هلمو ناس بلانومينون يعني ضال انثروبون اللي هو الانسان بس في حاله المفعول به اللي هي انثروبوس بتبقى في المفعول انثروبون اللي هو هلمو نسجد للاله الكلمه الذي ولد من اب قبل الظهور وتجسد من العذراء مريم فانه قد احتمل الصلب واسلم الى الدفن كما شاء ثم قام من بين الاموات وخلصني انا الانسان الضال. نفس اللي قريناه بالضبط في القبطي. يعني هو ده اللي انا قلته دلوقتي في القبطي بيبقى ايه؟ في اطاف كفوف ايفول خنفيوت خاغون نيون تيرو فنوتي بلوغوس اطافتش ساركس ايفول خنتي بارسينوس مريم امويني انتن او اشتموف جي اف اوه غار استافروس وهافتيف او امهاف كاتافريت اطاف اوش افطن في فول خن اسم اوت افنهمين ايفول ها افروم اطاف سوريم اللي هو بيقول ايه؟ المولود من الاب قبل كل الظهور الله الكلمه الذي تجسد من العذراء مريم هلم نسجد له لانه ثبت على الصليب واسلم على القبر كما اراد هو قام من الاموات ونجانا من الانسان الذي ضل. نفسه هو هو عند اليونان ونفسه هو هو عندنا احنا بس ده احنا بنقوله بالقبطي هم بيقولون لنا احنا عندنا بنقولوا القانون الثاني هم بيقولوه على اللحن الثاني. هناخد برضو مثال ثاني ده القانون الثالث برضو تسبيح باكر نقدمه لك أيها المسيح وبخور وتلاتين روحانية بارك يا نفس الرب بصليبك يا مخلصي عز الموت قد حللت وضلالة الشيطان قد حطمت عن جنس البشر الذي نجا بالإيمان نقدم لك تسبيحا جديدا ومجد قوة الآب والابن والروح القدس سبح سلطانك لاهوت واحد غير مفترق ولا مخلوق ثالوث مساوي في الجوهر المالك دائما إلى الأبد. دول قطع الصلب والقيامة. القانون الثالث مفروض يعني أنا نشرت والباقي على المعلمين بتوعنا يعني أتمنى حد إن هي كلمة قانون يعني كانون يعني مسطرة يعني معيار العقيدة يعني أمانة أرثوذكسية وبتكمل لنا الصدقيات اللي إحنا يعني ما بنتكلمش فيها هومولوجية يعني اعتراف بالإيمان والكنيسة حريصة على الاعتراف الإيمان سواء في قوانين الإيمان أو في عبر تاريخ رسائل الأرسطاطيقة رسائل السنوديقة كل قوانين الإيمان بتؤكد على يعني أمجد قوة الآب والابن والروح القدس مصبح سلطانك لاهوت واحد غير مفترق ولا مخلوق ثالوث مساوي في الجوهر المالك دائما إلى أبد الآباد الآن وكل أوان حي عظيم ملخص العقيدة المسيحية العقيدة لأننا الإيمان ما نؤمن به ما نرنم به ما نؤمن به ما نصلي به قانون الإيمان هو قانون العبادة كل الأشياء دي مترجمة في يعني كل ده مترجم في إقرار الإيمان وحتى الطريقة اللي احنا أمين الليل ويا زي ما كنا يعني مرش عسكري حاجة يعني فعلا جبارة يعني أتمنى أن مرتل يعني يتكفل ويسجلهم تبقى حاجة عظيمة يعني خسارة النصوص دي يعني ما هي العبادة بتحول صياغات الإيمان لأننا لا نؤمن بعقيدة غير معقلنة أو لا نؤمن إيمان مغيب فنحن نقر بهذا الإيمان ونرنم به إقرارا في العبادة والليتورجية القبطية هي وعاء حفظ العقيدة فإذا اندثرت مثل هذه الألحان هي أساسية في التمرين اللاهوتي وفي التدريب على الصلاة ولما هنفهم القوانين دي ونعرف أهميتها ونعرف طرقها معناها ان احنا بنحط الإيمان بتاعنا والأمانة الأرثوذكسية بتاعتنا بالاصطلاحات والصياغات بتاعتها وكأننا بنقرب أفعاله وتدابيره خلاص
خدونا اللي بعده. أنا مذهول يعني من لا هو برضو بركز على حتة إن إحنا أغرقنا في شرح وتفصيل عقيدة التجسد، فها يعني الوقت دلوقتي حان إن إحنا نرجع القوانين دي عشان بتركزنا على الصلب والفداء. هي بتدينا كده، إحنا كملنا العقيدة المسيحية لو قائمة على عمودين، على عمودين مثلا التجسد، الثاني كان الصلب والقيام. كلها يعني كلها يعني في نفس السياق العقيدي للكنيسة، والأداء اللحني بتاعها والمغزى والتبليغ والنسق وتوقيت وتوقيت الأداء وآليته، ده النوع من أنواع الجمال والإبداع في العبادة، أننا نحول هذه الصيغات إلى عبادة وإلى صلاة وإلى مناجاة وإلى حوار وإلى ديالوج. أما نقول أيتها الشريفة الهادئة على العذراء مريم، أعلى من الشيروبيم والسرافيم يمجدونك لأنك ولدت وحيد الآب، أيتها العروس التي بلا زواج بتسابيح معظمك صارخين قائلين. دي حاجة الدور، ياريت بس أكرر، ياريت مرتل أو معلم يتكفل بتسجيلهم وإن شاء الله يرجعوا تاني. يعني هي موضوع القانون اللحن بتاعه أكيد قدسك عارف سريع، يعني ما فوش نغمات أو هزات طويلة، فهو سهل. يعني مش هاخد منينا مثلا القانون متوسط دقيقة ونص دقيقتين، فحجة إن ما فيش وقت ويلا وكده يعني مش منطقية. يعني فهو سهل لو حد سجلهم ممكن يرجعوا تاني يعني عادي. إيه القانون التالت اللي احنا كنا فيه ده؟ طبعا انتوا بتبحثوا في اللحن المندثر ايضا، ليس في النص اكيد اكيد اكيد. اعتقد ان انتوا بتجمعوا الالحان المندثره وتعيدوا تسجيلها مره اخرى من اجل احيائها والبحث عنها، مش كده؟ ولا انتوا مش برضو ساعيين في هذا؟ وجود نغمه من اهم عوامل رجوع النص تاني. النص لو ليه نغمة هيرجع تاني، وجود نغمة للنص بتساعد كتير انه يرجع تاني. يعني ده عشان احنا عارفين لحنه، فممكن من بكرة يعني لو حد ركب النغمة بتاعت القوانين السنوية على النص ممكن بكرة يرجع، ممكن بكرة اي حد مرتل يصليه في كنيسته. فالنغمة لو موجودة احنا قضعنا شوط كبير ان النص المندثر ده يرجع. فيعني من نعم ربنا علينا ان النص بتاعهم موجود، فاحنا مش كل اللي هنبذله ان مرتل بس يجي ويسجلهم وخلصنا. القطعه احنا في القانون الثالث، القطعه الثانيه والثالثه اللي انا قريتهم منه ده من اصل يوناني مشترك برضو، احنا واليونانيين بنصليهم. احنا بنصليهم بقى القانون اول يوم الاثنين، الثاني يوم الثلاث، الثالث يوم الاربع. هم بيصلوه على اللحن الثالث في صلاة المساء الكبرى يوم السبت، زي ما قلنا هم يوم السبت عندهم صلاة المساء كبرى وصغرى، وبيصلوه في صلاة المساء الكبرى على اللحن الثالث. احنا عندنا اسمه القانون الثالث اللي بنصليه يوم الاربع، اللي هو اليوم الثالث اللي هو يوم الاربع يعني عشية وباكر. هم بيصلوه على اللحن الثالث بس يوم السبت، هم مثبتين السبت ومغيرين في الالحان الثمانية. يعني هم السبت صلاة المساء الكبرى، اللحن الاول، اللحن الثاني، اللحن الثالث، لغايه الثامن. احنا نفس النص بس بنفرده على ايام الاسبوع كلها. انا بترجاك انك لا تكلمني على اساس انني اعرف، ولا بامانه، ولا معلش عشان نبقى سامع بس، لا تحدثنا على اننا نعرف هذه الامور مسبقا، ولا تحدثنا وكان هذه الامور بديهيه كان من المفترض ان نعرف. المفترض الذي نعرفه لا نعرفه، والذي تحسبه قد يكون، والذي يحسبه البعض بدايات أو بديهيات، فنحن لم نبدأ بعد ولم نتمكن بعد من معرفة البديهيات. هذه الصياغات وهذه التركيب وهذه الاصطلاحات وهذه القوانين وهذا الأداء اللحني وهذه القوانين الإيمانية في تركيبها ومغزاها والنسق بتاعها، يعني احنا يعني علينا ان احنا ندخل الى هذه الأجواء، وخاصة في مقارنة عبر المخطوطات والمقارنات، عشان دي قوانين ختام صلاة،
قوانين ختام العبادة الليتورجية في الكنيسة. الكنيسة هي مخزن ورقة الليتورجية، هي مخزن ورقة الكنيسة التي منها نتنفس الأكسجين الصافي والتعليم الصحيح والتسليم الصحيح. إذا اندثرت مثل المسألة، مش مسألة احنا مش عباد حرف ولا عباد. الفكرة أن هذه الألحان وهذه القطع حاوية لفكر الكنيسة ولعقيدة الكنيسة. احنا مش هنعمل زي الناس اللي هم بيتخانقوا مين حافظ ومين مش حافظ. المسألة دي احنا ابعد منها كتير، لانه المهم خلاص نفوس الناس، والمهم العبادة تبقى حية وتبقى مفهومة وتبقى معاشة وتبقى يعني ملموسة فينا. لكن انا مش يعني الحكاية مش عبادة اصنام، انا عشان خطر اللحن الفلاني ده فلان مش حافظه ولا فلان حافظه. مسألة مصلحة الكنيسة العليا، ومسألة تراث وضعه الآباء بالدموع وبالدم وبالعرق وبالفهم وبالسجود. احنا هناخد دلوقتي مقارنة بين قطع في القانون الثالث القبطي وبين اليوناني، ونشوف مدى التطابق بينهم. فمثلا قطعة الكنين في القانون الثالث بتقول ايه؟ تي او او ان تجو من تي افيوت نمشيرين ببنفما اسواب تهوس اتيك اكسوسية ومسنوت ان او اوت ان اطفرق ان اتصنت تترياس ان امو اسيوس اتو ان اورو اسمين ايفول شاينه تاني انه كنين. ترجمتها ايه؟ امجد قوة الاب والابن والروح القدس، وسبح سلطانك له واحد غير مفترق ولا مخلوق، سلوس مساوي في الجوهر المالك دائما الى الابد الاباد الان وكل اوان. مقابل اليوناني بقى بيقول ايه؟ زوكساسو توبطروس كتوئيو تين زنامين كبنفماتوس أجيو إمنو تين إكسوسيا أزيا يرتون أكتستون سيوتيتوس تريازا أموؤسيون تين فاسيلي فوسان إس إونا إونوس. ترجمته إيه؟ أمجد قوة الآب والابن وسبح سلطان الروح القدس، لاهوت واحد غير منقسم ولا مخلوق، سلوس مساوي في الجوهر مالكا إلى ظهر الدهرين. يعني الفرق كله مالكا الى الاباد بقت مالكا الى ظهر الظهرين، بس هو نفس النص. النص النص مترجم يعني بحرفه احنا بنقوله البيزنطيين بيقولوه. القانون الرابع بقى، نقدم لك ايها المسيح تسبيح العشيه وخدمه او عباده عقليه لانك سررت ان ترحمنا بقيامتك. هنا بنتكلم عن القيامه. الزكسباتري يا رب لا تطرحنا من أمام وجهك لكن نرتضي أن ترحمنا بقيامتك. بنتكلم برضو عن القيامة الآن وكل آوان. بعد كده افرح يا صهيون المختارة أم الكنائس التي حل الله فيها، لأنك أنت منذ البدء قد قبلت إليك غفران خطايانا من قبل قيامته الآن وكل آوان. دي قطعة الصدوكين هنا برضو. القانون الرابع على نفس النسق بيتكلم عن الصلب والقيامة، زكسباتري الصلب والقيامة كنين. بعد كده قطعة الصدوكين. القانون ده ليه برضو أصل يوناني، بنصليهم إحنا واليونانيين مع بعض. يصلى عند الروم للقيامة على اللحن الثامن في صلاة المساء الكبرى يوم السبت. هنعيد تاني الكلام عشان الناس تعرف شوية. اليونانيين عندهم صلاة مساء السبت وصحر السبت. مساء السبت منقسم لاثنين، صلاة المساء الكبرى وصلاة المساء الصغرى. صلاة المساء الكبرى دي ليها 8 ألحان بيتقالوا عليها، لحن أول تاني تالت كده. اللحن ده عند النص ده عند البيزنطيين بيتقال على اللحن الثامن في صلاة المساء الكبرى يوم السبت. هو برضو عند اليونانيين بيقول إننا نقدم لك تسبيحا مسائيا وعبادة معقولة أيها المسيح لأنك ارتضيت أن ترحمنا بقيامتك. نفس اللي احنا بنقوله في القبطي، بنقول احنا في القبطي نقدم لك أيها المسيح تسبيح العشية وخدمة وعبادة عقلية لأنك سررت أن ترحمنا بقيامتك. هم نفس الكلام برضو. القانون الخامس هنعديه، بس أنا حابب قدسك هتدي الطلاب قانون يوم الأحد. أنا مفصل بمقارنة كلمة كلمة بيننا وبين البيزنطيين، واحدة واحدة هيستفيدوا أكتر منه اللي بيشوف أحسن من اللي بيسمع. هيلاقوا مقارنة كلمة بكلمة يعني ماشية معهم من الأول للآخر. يشوف إزاي إحنا ترجمنا النص من اليوناني، إزاي في كلمات سقطت، إزاي في كلمات اضافت وهكذا. بس عايز اعلق على القانون بتاع يوم الاحد، انا هقراه.
القانون بيقول ايه؟ مكون برضو من ثلاث قطع بتكلم عن الصلب والقيامة، والقطع الأخيرة الصدقون عن السيدة العذراء. بيقول إيه؟ يا رب يا رب يا رب، إن كنت قد وقفت في الحكم مدانا من بيلاطس إلا أنك لم تخلي من العرش جالسا مع الآب، وقمت من بين الأموات وعتقت العالم من عبودية العدو حتى تخلص نفوسنا، المجد للآب. دي القطعة الأولى. القطعة الثانية، يا رب يا رب يا رب، لقد أعطيتنا صليبك سلاحا على الشيطان، لأنه قد يرعب ويرتعد إذ لم يحتمل أن يرى قوته، لأنه أقام الموت وعطل الموت، لذلك نسجد لدفنك وقيامتك الآن وكل أوان. القطعة الثالثة، يا رب يا رب يا رب، إن كان اليهود قد طرحوك ووضعوك في قبر كميت، إلا أن الجند كانوا يحرسونك كملك راقد ومثل كنز حياة بختم قد ختموا عليك، إلا أنك قمت مانحا عدم الفساد لنفوسنا، نصرخ قائلين. بعد كده في قطع الصدوكيون بتاعت العذراء، إن كنت أنت هي باب السماء والفردوس الواسع والسحابة التي ركب عليها النور الحقيقي، فنعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين، السلام لك يا ممتلئ نعمة، الرب معك، نصرخ قائلين. الختام، أرحمنا الله ثم أرحمنا. بعد كده اسمه يروي الكلام. القانون ده موجود في أقدم المخطوطات البحرية اللي نحن نعرفها، أقدم مخطوط في القانون ده اللي هو بتاع فاتيكان 28 قبلي 1306، وعاوز أقول إني ما عندناش أصلاً مخطوط لترجية بحيري أقدم منه، ده هو أقدم مخطوط، ومن حسن حظنا إن القانون ده موجود فيه، فإحنا أقدم مخطوط عندنا موجود فيه القانون ده. القانون ده بياخد نفس نظام تناف بالضبط. تناف بنقوله امتى؟ في كل الخمسين كلها، بعد كده الاحد الى الاحد الاخير من شهر هاتور. فالصليب فالقانون ده بتاع يوم الاحد بنصليه في الخمسين كل يوم، بعد ما تخلص الخمسين بنصليه في الاحد لغاية الاحد الاخير من شهر هاتور. القانون ده برضو على نفس الكلام الانطاك مختلف، يعني كل شيب من الليتورجية له القالب بتاعه والحبكة اللاهوتية والكتابية والتعليمية اللي موجودة فيه. يمكن المدايح العربي اللي احنا بنعيب عليها انها بتغرق المدح للسيدة العذراء، يعني ساعات بتتجاوز الحد، يعني يا مريم انا عبدك والكلام ده، دي مقاربة للبيزنطيين، يعني العربي بتاعنا المدايح العربية مقاربة للبيزنطيين اكتر ما القبطي مقارب ليهم. يعني القبطي بيتكلم في نظرة معتدلة كتابية، أنا هتكلم عن العذراء برموز ونبوات وربط بسر التجسد. العرب اللي فيه تجاوز ده مشابه للبيزنطيين، يعني اللي احنا بنعيب عليه لا، ده هو العادي عند البيزنطيين. يعني لو قلت سجريت كده عند البيزنطيين قطع مخطط العذراء كلها على نفس النسق ده. القانون العاشر انا سبت منهم شويه لانهم مش عايزين ننسى نفس ان احنا مش عايزين ننسى ان الـ 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 الاديب الليتورجي اللي صنف هذه القوالب في العباده ان ربما بيبقى انفعالاته الوجدانيه يعني اوفر مافوره شويه، تحتاج الى ان الكنيسه حين يعني لما صلت العباده وقننتها بتختار ما يناسبها من ما يتمشى مع احنا ما بننتقدش النصوص دي، احنا بنقول فقط انها مش يعني مش الطريقه بتاعتنا بس، لكن احنا ما نعترضش عليها، يعني هم دي درجتهم خلاص مش مشكله. القوانين باقي على نفس النسق برضو، بس انا حابب اخد القانون العاشر لانه لون ادبي مختلف. القانون العاشر بيقول ايه؟ يا ما لوش دعوة بقطع الصلب أو القيامة بشكل واضح، يعني بيقول إيه؟ يا إسرائيل القليل العدد الشعب الذي نام في مصر ولكنه لم يكن يتواضح، يا إسرائيل كيف عبرت البحر وأنت ستون رب ومقاتلة فقتلت أمما عدة وأنت مشتد في الصحراء، المجد للآب. يا إسرائيل قد أخذت الناموس على جبل سيناء ولم تحفظه بل كنت مجربا، يا إسرائيل كيف صلبت المسيح الذي أعطى الناموس لك بل صرت متعديا وسقطت من مجدك، يا إسرائيل هو ذا المسيح موضوع في القبر المقدس كيف لم تحرسه حتى يأخذوه خلصة من القبر،
هو ذكاء في الجليل وسط تلاميذه قائلا: قد قمت من الأموات وعطيت السلام لكم. يا إسرائيل هو ذا العذراء التي تحدث عنها إشياء قائلا: هي بأن تلد المسيح إلهنا. عمانوئيل الذي ولدته والذي هو الله معنا. أما أنتم فقد زرعتم، أما نحن فقد حسدنا السنبل الآن وكل أوان. النص ده لون من ألوان الأدب القبطي اسمه التبكيتي، يعني اللحن كله النص كله بيبكت إسرائيل على طريقة معاملتهم للسيد المسيح، أنهم ما آمنوش به وأنهم صلبوه، حتى في صلبه ما حفظوش جسده وأخذوا التلاميذ خلصة هنا بيتهكم عليهم يعني. طب أنت بتقول أنه مش هو الإله وحفظت قبره، طب إزاي هو قائم من بين الأموات دلوقتي؟ الأدب ده كان موجود عندنا، منه برضو لحن يهوذا الأدب التبكيتي ده، ومنه كان في النصوص الصعيدية كتير، منها نصوص تبكيت لنسطور، وبرضو في المرضات بتاعت القداساء في الصلب لما نقول أخطأت أخطأت يا رب يسوع المسيح اغفر لي، اي ارنوفي اي ارنوفي، ليس عبد بلا خطأ ولا سيد بلا غفران. دي قطع خشوعية من أجل التبكيت ومن أجل معيشة التوبة والمطانية في القداساء. تمام، بس اللي أنا عايز أقوله إيه، إن إحنا بنوجه الكلام لدفة أشخاص، مش بننظر لهم نظرة إيجابية. يعني يهوذا في اللحن بتاعه إحنا بنبكته على مش هو مش كويس عندنا يعني، فهو ده نص من نص تبكيتي. إسرائيل هنا إحنا لم تؤمن بالسيد المسيح، لم تحفظ ناموسه، لم تحفظ جسده، ولم تؤمن بخمته أو كده، بنديها نص تبكيتي. عمل له زفه مخصوص يعني. يعني مثلا في الانتفان رقم 155 يعني بيقول ايه مثلا: اين نصدور الان؟ فلياتي ليفتضح اليوم، وهو ناظر كلمه الاب على حجر مريم الذي على الشروبين نزل الينا. احنا هنا فاهم، طب فينك انت؟ تعال شوف السيد المسيح اللي انت مش مؤمن انه تولد من العذراء، ولدت الله متجسد، تعال انظر على حجر مريم. ده نص تبكيتي. النصوص دي هي مش كتير بس موجودة، اسمها النصوص أدب تبكيتي، موجودة عندها، منها عندنا القانون العاشر ده. آخر حاجة قانون ختام الصلاة نتكلم عليها، هو مش قانون ختام عشية وباكر، هو قانون ختام القداس. قانون ختام القداس اللي احنا بنقوله ده دلوقتي مثلا في طفطون في فولخنيس موت كده صوت يومون وهنينان كده، لا، قانون الختام بتاع القداس كان ليه بيتكلم عن التناول بس. المناسبات دي انا هخليها العشية وباكر، انما القداس هتكلم فيه عن التناول بس، ما تجيب ليش اي موضوع تاني مع التناول. عندنا قانونين بس، السوماطوس اللي هو السم الكبير، وده بيتكلم عن التناول برضو، الان تناولنا من جسد والدم فلنشكره، تمام، فهذا هو الجسد والدم الذي للوحيد فلنشكره، بيتكلم عن الجسد والدم. القانون الختام القداسي لله على مدار العام برضو بيتكلم عن كده، بيقول ايه: قد تناولنا من جسد ودم المسيح، قلبنا قد تجدد فينا، والمخلص غفر لنا خطايانا. ما ينفعش بقى خلاص احنا كل تركيزنا بقى خلصنا التناول، ومقابل ليه بيقولوا ايه: لنسبحن مريم البتول مجد العالم كله، المولودة من نسل بشري والوليدة للسيد، هي هدمت سياج العداوة والحاجز فاستعاضت عنه بقلب السلام وفتحت الملكوت. الكلام ده عندينا احنا ما يمشيش ليه؟ لان احنا في الليتورجية بتاعتنا مين اللي هدم سياج العداوة؟ احنا بنقول في صدقية يوم الجمعة: ثمرت بطنك اتى وخلص المسكونة ونقض العداوة. احنا بنكلمنا هنا عن السيد المسيح، هم بينسبوا له العذر. مثلا هي بتقول ايه، البيزنطيين بيقول ايه في قطعتهم: فاستعادت عنه بقلب السلام وفتحت الملكوت. بتكلم عن مين؟ عن العذراء. احنا في الليتورجيتنا احنا بنتكلم يوم في صدقية يوم الحد القطعة 15 بنقول ايه: فاشتموا ابوه الصالح وقت المساء على الجلجسة ففتح باب الفردوس. يعني هنا بنتكلم عن الاب اللي هو فتح باب الفردوس، هنا هم بيتكلم عن فتحت الملكوت. فربما قطعة الصدقيون كانت بتوصف العذراء عند البيزنطيين بصفات خاصة بالسيد المسيح عندنا فتحشوها. يعني احنا لما جينا من الاصل المشترك نقلنا قطع الصلب والقيامة والصلب والقيامة، وجينا عند الصدوكيون لقينا ان النصوص البيزنطية مش متوافقة معانا في
في مخاطبتها للسيدة العذراء أو مثلا إضفاء ألقاب عليها مش هتبقى على نفس النسق اللي احنا بنمشي عليه. فمعظم قطع الصدوق مختلفة. يعني احنا جبنا عملنا مقارنة بين قطع الصلب والقيامة والجناها مقاربة بنسبة 99%. جرينا احنا أمجد قوة الأب والابن وروح القدس، جرينا القطع دي هي متوافقة، الصلب والقيامة متفقين خالص مع بعض، إنما قطع الصدوق احنا بنختلف معاهم فيها، لأني زي ما قلت طريقة المخاطبة بتختلف عندنا عندهم. اي يعني اللي يقرا في كتاب المعزي، عندهم كتاب المعزي او كتاب الاقطيخوس اللي هو الثمان الحان، كتاب التريودي، يلاقي اغراق يلاقي اغراق في مخاطبه السيده العذراء. لا نميل وصلاه ليها، لا نميل هي لاننا لا نعرف العذراء بمعزل عن شخص المسيح، بس وبمعزل عن النبوات اللي هو علم المريمات، ليس بمعزل عن الاكليسيولوجي طبيعة الكنيسة، وليس معزل عن الكريستولوجي طبيعة المسيح، صح، وخاصة تدبير السر التجسد. يعني هزبلي زلك السرية المون على عبدك وبيدي أمواج الأفكار رديئة، لو جيت قدسك تناظرها على الصدقيات اللي هي انتاج قبطي بتاعنا، ما فيش حاجة زي كده شبهها. كل الصدقيات عبارة عن نبوات ورموز وربط بسر التجسد، لأن برضو في فرق بين القالب القالب اللي يترجي السكندري والقالب اللي يترجي البيزنطي او الانطاكي. يعني كل شيب من الليتورجية له القالب بتاعه، والحبكة اللاهوتية والكتابية والتعليمية اللي موجودة فيه. يمكن المدايح العربي اللي احنا بنعيب عليها انها بتغرق المدح السادة العذراء، يعني ساعات بتتجاوز الحد، يعني يا مريم أنا عبدك والكلام ده، دي مقاربة للبيزنطيين. يعني العربي بتاعنا المدايح العربية مقاربة للبيزنطيين أكتر من القبطي مقارب ليهم. يعني القبطي بيتكلم في نظرة معتدلة كتابية، أنا هتكلم عن العذراء برموز ونبوات وربط بسر التجسد. العربي اللي فيه تجاوز ده مشابه للبيزنطيين. يعني اللي احنا بنعيب عليه، لا ده هو العادي عند البيزنطيين. يعني لو قلت سجريت كده عند البيزنطيين قطع مخاطبة العذراء كلها على نفس النسق ده. القانون العاشر انا سبت منهم شويه لانهم يعني احنا مش عايزين ننسى نفس ان احنا مش عايزين ننسى ان الـ 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 الاديب الليتورجي صنف هذه القوالب في العبادة أنه ربما بيبقى انفعالاته الوجدانية يعني أوفر مأفورة شوية، تحتاج إلى أن الكنيسة حين يعني لما صادت العبادة وقننتها بتختار ما يناسبها من ما يتمشى مع إحنا ما بننتقدش النصوص دي، إحنا بنقول فقط إنها مش الطريقة بتاعتنا بس، لكن احنا ما نعترضش عليها. يعني هم دي درجتهم، خلاص مش مشكلة. القوانين باقي على نفس النسق برضو، بس انا حابب اخذ القانون العاشر لانه لون ادبي مختلف. القانون العاشر بيقول ايه؟ يا اسرائيل، مالوش دعوة بقطع الصلب او القيامة بشكل واضح، يعني بيقول ايه؟ يا اسرائيل القليل العدد الشعب الذي نما في مصر ولكنه لم يكن يتواضح. يا إسرائيل كيف عبرت البحر وأنت 60 رب ومقاتلة فقتلت أمما عدة وأنت مشتد في الصحراء المجد للآب. يا إسرائيل قد أخذت الناموس على جبل سيناء ولم تحفظه بل كنت مجربا. يا إسرائيل كيف صلبت المسيح الذي أعطى الناموس لك بل صرت متعديا وسقطت من مجدك. يا إسرائيل هو ذا المسيح موضوع في القبر المقدس، كيف لم تحرسه حتى أخذوه خلصة من القبر. هو ذكاء في الجليل وسط تلاميذه قائلا قد قمت من الأموات وعطيت السلام لكم. يا إسرائيل هو ذا العذراء التي تحدث عنها أشياء قائلا يجب أن تلد المسيح إلى هنا عمانوئيل الذي ولدت والذي هو الله معنا. أما أنتم فقد زرعتم، أما نحن فقد حسدنا السنبل الآن وكل أوان. النص ده لون من ألوان الأدب القبطي اسمه التبكيتي، يعني اللحن كله النص كله بيبكت إسرائيل على طريقة معاملتهم للسيد المسيح، أنهم ما آمنوش به وأنهم صلبوه، حتى في صلبه ما حفظوش جسده
واخذوا التلاميذ خلصه هون بيتحكم عليهم يعني. طب انت بتقول انه مش هو الاله وحفظت قبره، طب ازاي هو قائم من بين الاموات دلوقتي؟ الادب ده كان موجود عندنا منه برضو لحن يهوذا، الادب التبكيتي ده، ومنه كان في النصوص السعديه كتير منها نصوص تبكيت لنسطور، وبرضو في المرضات بتاعت القداسيه في الصلب لما نقول اخطات اخطات يا رب يسوع المسيح اغفر لي، I know, ليس عبد بلا خطأ ولا سيد بلا غفران. دي قطع خشوعية من أجل التبكيت ومن أجل معيشة التوبة والمطانية في تمام. بس اللي أنا عايز أقوله إيه، إن إحنا بنوجه الكلام لدفة أشخاص، مش بننظر لهم نظرة إيجابية. يعني يهوذا في اللحن بتاعه إحنا بنبكته على مش هو مش كويس عندنا يعني. فهو ده نص من نص تبكيتي. إسرائيل هنا احنا لما تؤمن بالسيد المسيح لم تحفظ ناموسه، لم تحفظ جسده، ولم تؤمن بخمته او كده، بنديها نص تبكيتي. ده يهوذا بيتعمل له زفه مخصوص يعني. يعني مثلا في الانتفان رقم 155 هو بيقول ايه مثلا؟ اين نسطور الان؟ فلياتي ليفتضح اليوم، وهو ناظر كلمه الاب على حجر مريم الذي على الشروبين نزل الينا. احنا هنا فاهم، طب فينك انت؟ تعال شوف السيد المسيح اللي انت مش مؤمن انه تولد من العذراء، ولدت الله متجسد، تعال انظر على حجر مريم. ده نص تبكيتي. النصوص دي هي مش كتير بس موجودة، اسمها النصوص ادب تبكيتي، موجودة عندها، منها عندنا القانون العاشر ده. اخر حاجة قانون ختام الصلاة نتكلم عليها، هو مش قانون ختام عشية وباكر، هو قانون ختام القداس. قانون ختام القداس اللي احنا بنقوله ده دلوقتي مثلا في طفطون في فولخنيس موت كده صوت يومون وهنينان كده، لا، قانون الختام بتاع القداس كان ليه بيتكلم عن التناول بس. المناسبات دي انا هخليها العشية وباكر، انما القداس هتكلم فيه عن التناول بس، ما تجيب ليش اي موضوع تاني مع التناول. عندنا قانونين بس، السوماتوس اللي هو السم الكبير، وده بيتكلم عن التناول برضو، الآن تناولنا من جسد والدم فلنشكره، تمام، فهذا هو جسد والدم الذي للوحيد فلنشكره، بيتكلم عن الجسد والدم. القانون الختام القداسي اللي على مدار العام برضو بيتكلم عن كده، بيقول ايه؟ قد تناولنا من جسد ودم المسيح، قلبنا قد تجدد فينا، والمخلص غفر لنا خطايانا. ما ينفعش بقى خلاص احنا كل تركيزنا بقى خلصنا التناول وهنصرف الشعب وقانون ختام، ركز لي على التناول واهم نتيجتين للتناول، قلبنا قد تجدد فينا والمسيح غفر لنا خطايانا. ما تكلمنيش عن قهوه السماء بقى، ما تكلمنيش عن مناسبة بقى، لا كلمني عن بعد ما تناولت حصل ايه. مش وقت الطبهات خالص خالص خالص. ويكمل بعد ما تناول من جسد المسيح، من قد تناول من جسد دم المسيح، بيقول أيها المسيح كلمة الله الآب هبنا سلامك الممنوع من كل فرح كما وهبت تلاميذك. خلاص قلبنا قد تجدد فينا، المسيح غفر لنا خطأ، والسلام والفرح الداخلي خلصنا. طلق فرحا ولسانا تالي يعني أنا أنا مش يعني أنا عايز القانون ده يتسجل أهم من أي حاجة، لاني ما ينفعش انا بعد تناول والذبيحه وخلاص اشتت ذهني في طلبه من اجل القهويه ولا طلبه من اجل الزروع ولا مناسبه ولا كده، خليني اركز على تجديد القلب ومغفره الخطايا والفرح الداخلي والسلام. القانون ده بتاع ختام القداس ده من وضع قبط صرف، ما فيهوش صلب وقيامه وكنين او كده، لا، عباره عن اربع واطس عاديه كلها زي بعض، ومضمون عامل فوكس على مضمون المناسبه عن موضوع، وهو قبطي يعني، ده الختام بتاع القداس القبطي بتاعنا، مش تراث مشترك يعني مع البيزنطي، ده بتاعنا بس. وعايز اقول بس اخر حاجه، ان لحن اونشتي بتاع ختام احد، ختام احد الصوم الكبير، بيأكد على نفس المعنى. أحد أربعة بيقول إيه؟ الآن تناولنا من جسدك ودمك الحقيقيين تجديدا لقلوبنا وغفرانا لخطايانا. فلازم أنا خلاص خلصت التناول كده، أعمل لي تركيز وفوكس على أهم حاجة، وسيب لي الحياة الجانبية والهامشية. خلاص أنا كلمت عن التناول، كلمنا عن تجديد القلب ومغفرة الخطايا. جميل.
كده احنا خلصنا القوانين كلها. في فهرس مصادر ومراجع اللي حابب يدرس في البي دي اف حاجة وخمسين يعني حلوين. وشوف لو حد من الطلبة او كده عايز مثلا صورة مخطوط عايز كده هيدرس يعمل دراسة انا تحت امره. شكرا جزيلا. ما احنا اتفقنا هيدرا هيعمل البحث وفقا للمخطوطات الدكتور مينا راح يديله. اشكرك كتير جدا. دراستك في حد ذاتها على قد ما هي موثقة وعلى قد ما هي بحثية وعلى قد ما هي عصارة مجهود كبير جدا في جمع المخطوطات وتحقيقها والصعوبات واللغات واليوناني والعربي وكل ما يحيط بالدراسة من أتعاب. ربنا يكافئك. ولكن ده في حد ذاته أيضا كرازة للإخواتنا الموجودين اللي هم زمايلك وإخواتك اللي في مدرسة تيرانوس يتعلموا روح الاجتهاد والتفتيش والبحث لأن في عدم المعرفة هلاك. الحقيقة يعني القوانين الصلوات الختامية ده إبداع ليتورجي وأوبرا إلهية مليان بالفكر العبادة واللاهوت والكتاب والعقيدة وإقرار الإيمان في قوانين ختام الصلاة. ولا يمنع أنه القوالب الليتورجية والشيب الليتورجي في الأسكندراني أو الأنطاكي أن في تلاقي وفي تلاقح بين الاثنين، لكن ومع هذا القالب الليتورجي والعابد القبطي له يعني له فكره وله أصوله وجذوره العميقة باعتبار أن كنيستنا كنيسة نسكية وجاء منها أنطونيوس الكبير العظيم وجاء منها مدرسة الأسكندرية اللاهوتية أبواب أثناسيوس ديديموس الضرير كليماندوس السكندري وإلى أن انتهت إلينا كلمة الله في مثل هذا الزمان البحاثة المميزين في علوم الليتورجية بكل فئاتهم اللي بحثوا واجتهدوا القدام والأحياء أيضا. نتمنى أنه الصف بتاع الدارسين يزيد وتضرم المواهب. أشكر حضورك وأشكر محبتك وبقول لإخواتنا الطلبة في تيرانوس أن البحثين راح يبقوا موجودين على الواتس وراح يبقوا موجودين على صفحات المدرسة من أجل مزيد من التشويق والمعرفة وتعميق البحث. وأخونا مينا صفوت هو معانا ويدرس معانا ويبحث معانا ومن إنتاجه رح ناكل من إنتاج أيدينا لأنه لا يوجد معلم إلا شخص المسيح وحده وجميعنا متعلمين من الله. بتشكر ليك جدا 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 على محبتك وعلى حضورك. أحب أن أسألك في النهاية عن قناة أسألك فتعلمني التي أنشأتها على صفحات الفساحات الانترنت. اين بدأت؟ ما هي فكرتها؟ ما هي رسالتها؟ وماذا تقدم فيها؟ هو انا قبل ما انشئ الصفحة كنت بشوف الباحثين التاريخ الكنسي بيقدم ابحاث اكاديمية محترمة بمراجع ومصادر. اللاهوتيين برضو بيقدم ابحاث لاهوتية بمصادر ومراجع وكتابات أكاديمية محترمة أو كده. فكنت بشوف اللي بيتكلم عن الليتورجية بيقول أراء وبيقول اجتهادات طب لكن لا ليس موثقة لا خالص ولا عمري يعني. طب فين مرجعك؟ فين كلامك ده؟ طب جبته من فين؟ طب هل رأيك أنت هو الرأي القديم؟ طب هل رأيك أنت زي الرأي اللي جنبك؟ فحسيت أني الجانب الليتورجي بتاعنا مباح اي حد فيه يتكلم بدون مرجعية او بدون توثيق غير التاريخ الكنسي غير اللاهوت غير العقيدة كله بيقدم فيها حاجات يعني انا بستفيد بيها. انما في الليتورجية حسيت ان الكل بيقدم اراء
أكتر ما أنه بيقدم أبحاث. فأنا حبيت من الصفحة دي أعمل عصف ذهني بحيث أني أوريك صور مخطوطات، أوريك مصادر قديمة، أسمعك يعني يعني اسمع أول مرة ابن كبر يعني، اسمع يعني ترتيب الطقس لبابا غابريال، شوف صورة مخطوط قدامك اهي، شوف مرد الإنجيل المندثر ده، شوف الإبصالية المندثرة دي، الزكسولية المندثرة دي، شوف عندنا احنا تراث. خدها واحدة واحدة لغاية لما تتقبل ان الليتورجية علم، وتعرف تمسك أدواتك وتكتب بحث فيها وتقلل الرأي كل ما أمكن ذلك. يعني أنا مش ضد أني أشغل دماغي أو ضد مثلا أني أقول رأي، لا أقول رأي، بس طالما غيري جاي للرأي الأولاني تفعيل وزنة يعني أيوة يعني غيري شرح ووضح وشرح جميل وصحيح، ما جيش أنا أشرح من أول وجديد شرح غلط، لازم أشوف اللي قبلي قال إيه. لو اللي قبلي ما قالش أدي الفرصة لذهني يفكر، بس طالما غيري قال يبقى لازم انا ابحث عن غيري قال ايه عشان اقدمها في التأصيل يعني تجزير الجذور نفسها. لاني غالبا يعني اللي بيتامل غالبا اللي بيتامل في الليتورجية بتطلع تاملاته غلط من واقع 7 سنين بحث ودراسه افتكاسات. يعني انت هتتامل ومن غير ما ترجع ومن غير ما تفهم النص كان ايه وبيجي ايه. يعني انا اتناقشت مع جوتسك لحن البركه، انا ممكن اقول لك ليه سموه لحن البركه، ولاقي ناس كتير خالص خالص اطلقت العين لخيالها في التفسيرات بتربطه بلبس التوني او قبل صلوات السواعي، وهو اصلا لحن البركه عشان بيتقال قبل بركه السيره. فهمني قدسك؟ مثلا لحن ابي نوف شوبي فليفسر المعلمون عايزين يمنطقوا الحدث لو يدرع. لا ده هو ده هي الحركات التقصيه مرتبطة بالصياغات وبالإداء اللحني وبالهارموني اللي بتاع العبادة عشان تؤدي سيمفونية من غير سيمفونية فيها اتساق صح وفيها هارموني مش هرتلة. أي نص مخالف للحركة الطقسية فأنت بتستنتج أوتوماتيك إن ده مش مكانه الأصلي، فعليك بدل ما أنت تلوي دراع النص وتحاول تخترع له تبرير، الأولى عليك إنك ترجع لأصوله عشان تفهم، عشان لما أنا أجي أشرحه أبقى شرحه على حاجة يتقبلها عقلي اللي قدامي، مش ألوي دراعه أو أفسر حاجة مش في موضعها. تستنطقه. فداك ده أهم حاجة أنا كنت عامل القناة ليها، إن الناس تعرف إن في حاجة في الليتورجية اسمها مصادر ومراجع، وفي حاجة اسمها توثيق، وفي حاجة أن أكتب بطريقة علمية. انا ما كنتش بقدم كل حاجه اكاديميه وصعبه او كده، كانت عباره عن نبذات وبسطات بس يفهم القارئ منها الشماس العادي البسيط ان الليتورجية لها مراجع ومصادر. هدف تاني بقى من صفحتي اني في مرتلين على ايامنا زي المعلم جاد والمعلم ابراهيم او معلم فرج دول مثلا المشاهير حاليا. دول المشاهير ودول اخذوا حقهم كفايه. في ناس من المغمورين يعني المعلم مخائيل سلم ناس كتير جدا جدا، ناس موهوبين وحملوا الكنيسة على أكتافهم. واحد منهم طبعا وعلى رأسهم حملوا الكنيسة على أكتافهم وخرجوا أجيال مرتلين ما حدش بيذكرهم خالص ولا حد، وتنسوا من بين اللي تنسوا. فخلاص يعني كل الصفحات بتركز على المعلمين المعروفين. فأنا يعني حاولت لمسة وفاء جميلة. حاولت أسيبني من دول كلهم، خليني أنا في الناس اللي ما خدتش حاجة، وأحاول بقدر الإمكان لهم أحد شوية من ده شوية من ده. الناس عرفت المعلم ويسا بتاع الأقصر، عرفت المعلم وديع بتاع طهطة، يعني برضو المعلم حليم بتاع المحلة، المعلم عبده بتاع دمياط، يعني المعلم حبيب حنا المراهم بتاع اسكندرية. الناس يعني ابتدت تعرف اني لا في معلمين غير المعلمين اللي احنا بنشوفهم على طول دول، وبرضه خدموا الكنيسه طبعا. اهم حاجه ثالث سبب النظره السلبيه ضد الحان الاقاليم عموما بالمقارنه بالحان القاهره. يعني في عدد اغلبيه يعني مش العدد فاكرين ان الالحان جت في القاهره بس. أنا بكلمهم بالمنطق، يعني هل قبل ما المعلم مخائيل قبل ما المعلم مخائيل يسلم الأجيال دي كلها هل كانت الكنيسة بلا صلوات؟
يعني هل كان الصعيد بدون معلمين ما كانش حد فيهم بيصلي مستنين المعلم مع قامته طبعا وفوق راسه كلها كان ليهم تراثهم. احنا مش هدفنا البلبلة ولا نشر ألحان معروفة. انا كان هدفي الثالث ان فوكس على الألحان المندثرة اللي ما حافظتهاش لنا اللي ضاعت من القاهرة نحاول نحييها ونعيدها تاني بألحان بمرتلين الأقاليم والصعيد. مرتلين الأقاليم والصعيد ناس خدموا الكنيسة وناس ليهم مكانتهم وقامتهم في يعني المعلم مخيل محترم الجانب في القاهرة والكل يعمل له حساب ومعلمين الصعيد برضو محترمين في أماكنهم والكل يعمل لهم حساب وده مرتل وده مرتل ده خدم وده خدم. ما يصحش نستعلي بواحد عن واحد. وطالما اللحن مفقود من القاهرة وهم ما نجحوش أنا مش هقول فشل يعني هم ما نجحوش إنهم يحافظوا عليه فمن منكيدش بقى بتوع الأقاليم إنهم حافظوا على اللحن ونقول لهم لا ده لحن غلط ده كتر خيرهم إنه حافظوا على اللحن طبعا. بس فدي الثلاث محاور إن الليتورجية بمصادر ومراجع وإن في ناس مرتلين ما خدتش حقهم. أنا أحاول على باستطاعتي يعني ان اعرف الناس عليهم. نمرة ثلاثة الالحان اللي ضاعت من القاهرة بنحاول نجمع لها مصادر تانية. بس ده كل اليوتيوب طبعا انا عندي القناة مجانية لاني زي ما قلت اتفقت مع الناس اللي من الصفحة كانت صغيرة خالص ان كل ما فيش اي مقابل مادي من اي نوع ومن اي اتجاه على الخدمة دي. فانا حتى القناة من غير اعلانات بتخش تسمع اللحن على طول من غير اي ما تستناش اعلانات ولا اي حاجه وكلها هتلاقيها يعني كل محتوى القناه على اليوتيوب مش موجود في حته تاني وكله لاجل يعني الخدمه يعني وانك تسمع وتعرف ان في مرتلين وفي اباء كهنه بيصلوا بالحان وخدموا الكنيسه ومش مشهورين تعال شوفهم انت بس. شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور مينا صفوت. أشكرك كتير من أجل بحثك وأيضا من أجل هدف قناة أسألك فتعلمني. أشكرك من أجل التوثيق. أشكرك من أجل التجميع. أشكرك من أجل تنقية الصوت. أشكرك من أجل الجهد الإعلامي الشديد للرفع على الإنترنت. أشكرك من الفكرة من أجل الفكرة نفسها من أجل مجانيتها من أجل انتشارها من أجل السعي إلى إبراز كتير من الخدام المغمورين أو أنا آسف أن أقول مغمورين أو أقول خلينا نقول إن المنسيين لأنهم ليسوا مغمورين لأنهم في مذكورين عند إله القوات عند رب الكنيسة الذي لا ينسى كوب الماء البارد أبدا. ففكرة الوفاء نفسي نتعلم الوفاء ونفسي أن كلنا نسعى ان نبني في الكنيسة وان اي حد يعمل قناة يعملها من اجل هدف التنوير والبحث والتفتيش والتقريب والتوحيد. يؤسفني ان هناك ناس كتير جدا على الانترنت بسببهم بيجدف على الاسم الحسن. ناس كتير جدا على الانترنت كلامهم كله اساءة كلامهم كله انقسامات كلامهم كله عداء كلامهم كله تعدي واستباحة بينما أن هذه الأدوات أعطاها الله لنا من أجل أن نوظفها من أجل خدمة الملكوت. أشكرك من أجل القداسات العظيمة. أشكرك من أجل قداسات المتنيح الطيب الذكر أنبا بنيامين الكبير. أشكرك من أجل قداسات المتنيح الطيب الذكر أنبا استفانوس مطران عطبرة ومضرمان. أشكرك من أجل قداسات أنبا اندراوس اسقف دمياط. اشكرك من اجل قداسات انبا لوكاس العلامه. اشكرك من اجل قداسات ابونا يوسف اسعد ابونا شنودة الانبا بشوي. اشكرك من اجل القداسات والطلبات اللي طلعتها المتنيح الطيب الذكر البابا شنودة الثالث وكل الاباء اللي وضعتهم هم على المناره اوريدي هم ايضا اناروا العالم بتعليمهم وبصلواتهم وبعبادتهم وبوجدانهم الروحي أسروا العبادة. الإنسان المسيحي عموما ليس بناكر الجميل. إنسان المسيحي عموما يعي كيف يحترم كنيسته وكيف يحترم آباءها ورعاتها وكيف يقدس
الآداب والأخلاق والبروتوكول كل هذا. يعني أشكرك كتير كتير من أجل الدرس الحلو ده جدا جدا وأحييك، وبشكر ربنا من أجل فرصة وجودك معانا وخدمتك معانا في ترانس التي سنفتخر بها، ومستنيينك في أبحاث جديدة. يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح إلهنا الحقيقي وحده العجيب في قديسي، والذي وضع فينا نبتة وأعطانا علم معرفته لكي نعرفه ونزوقه ونعبده ونشهد له، ونمجد اسمه القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدور كلها، أمين.